يا ستي، ايه رايك بقى في الفستان اللي انا اخترته لك؟ برافو عليكي يا عبير، هو ده فستان سندريلا بجد. ان شاء الله لما تلبسيه وتقفي على المسرح كل الناس هتشاور عليكي وتقول سندريلا اهي. انت اللي هتيجي معايا وانت اللي هتلبسيه لي. ليه يا حبيبتي؟ هو انت ماما مش رايحه معاكي؟ ماما مشغوله يا عبير، عندها تصوير في التلفزيون. تصوير ايه بس في التلفزيون؟ دي حفله عاملاها المدرسه علشان عيد الام، يعني مامتك لازم تكون موجوده معاكي. يا ريت يا عبير، حاولت معاها بس قالت لي ما تقدرش تعتزل للتلفزيون. بقول لك ايه يا عبير، ما تيجي انت معايا؟ انا ما ينفعش يا حبيبتي، لازم ماما. من هقول للمدرسات انك ماما. انا ما هي اصلي ماما جاتش مدرسه الاعداديه قبل كده ومحدش يعرفها من المدرسات، وهقول انك ماما. بس كده كدب، والكدب يعتبر عيب وحرام. كدب ابيض يا عبير، ماما ما حضرش لوحدي، كل البنات مامتهم هتيجي معاهم. عشان خاطري والنبي يا عبير، عشان خاطري. اللي بيحصل ده اسمه جنان، اسمه جنان. وصلت كده، وصلت لدرجة ان بنتك تستلف الشغالة عشان تعمل دور امها في حفلة المدرسة، وراحت معاها المدرسة وعرفت تمثل الدور والمشكلة اتحلت. انت شايفة كده يا مدام انها اتحلت؟ انا شايف انها تعقدت اكتر. ما قصرش فيكي يا مدام ان بنتك تستلف ام. الواحد بيستلف فلوس، يستلف كتاب، يستلف حتى جزمة، لكن يستلف ام؟ ام من فضلك يا محمود ما تكبرش الحكايه. انا ما بكبرش الحكايه، حكايه كبيره لوحدها يا هانم، بقت كارثه. انت عارفه ان عبير دلوقتي بقت هي ست البيت، لو ندى عايزه حاجه تسال عبير، لو انا عايز حاجه اسال عبير. هناكل ايه عبير تقول لنا؟ هنشتري ايه عبير عارفه كل حاجه. طب انا دلوقتي مش حاسس بوجود مراتي، اعمل ايه؟ اسال عبير برضو؟ من الواضح ان انت عايز تتخانق، وانا ما عنديش وقت اتخانق ومليش مزاج اتخانق. واضح يا ساميه ان انت نسيتي دورك في بيتك وفي حياه عيلتك. المشكله يا محمود ان انت مش قادر تقبل ان مراتك تكون ست ناجحه، مش قادر تقبل ان انا اكون مدير التحرير مهمه، مقدمه برامج ناجحه جدا. عايز تبقى انت الناجح وبس، الباقي مش مهم. صح ولا انا غلطانه؟ يعني انت شايفة يا سامية ان انا بحقد عليكي وكاره انك تبقي ناجحة؟ شكرا قوي، شكرا قوي يا سامية، عن اذنك.